ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن فكرة التحرر من الخوف. هي لان انا برضو اتسألت عن الموضوع ده قبل كده، واعتقد ان انا برضو كنت اتكلمت فيه فيديو قبل كده، بس هتكلم معاكم برضو في الفيديو ده عنه. دايما اغلبنا لما بنحس ان احنا خايفين من حاجة، بنحس ان احنا قلقانين ان في حاجة معينة بتحصل، او متخوفين من نتيجة معينة، او متخوفين من حاجة معينة، بنبقى يعني حاسين باحساس سلبي جدا، وبنبقى مش عارفين نتحرر منه. طب الاحساس ده نتحرر منه ازاي؟ دايما بقول مشاعرنا هي نتاج لافكارنا، نتاج للطريقة اللي بنفكر بيها. دايما بقول ان احنا في كل الفيديوهات تقريبا المشاعر او الافكار هي المسؤولة بنسبة كبيرة جدا، يعني حاجة 90% عن حياة الانسان، والطريقة اللي بيبص بيها، والمشاعر بتاعته، وكل حاجة هو بيعيشها. فمهم قوي لما بنحس ان احنا خايفين من حاجة، بنحس ان احنا قلقانين من حاجة معينة تحصل، او حاجة معينة ممكن مثلا تخلينا نحس باحساس الخوف والفزع والاحساس اللي احنا بنحس بيه. فلازم في الحالة دي يعني نركز بقى مع افكارنا، نركز احنا بنفكر ازاي. طب احنا نسأل نفسنا، طب احنا الحاجة اللي احنا خايفينها دي لو وجهنا تفكيرنا لحاجة تانية إيجابية، أو شفنا الحاجة اللي احنا خايفين منها دي بطريقة تانية، أو فكرنا فيها بحاجة تانية، أو جايز جدا يكون الخوف ده ناتج عن حاجة، إحساس جوانا داخلي، عن مثلا تجربة سابقة، أو حاجة معينة عدت علينا، أو حاجة مثلا تكون حاجة حصلت لنا في حياتنا فأدت لتراكمات جوانا، فخلتنا بقينا بنخاف، وبقينا بنخاف من اقل حاجة، واي حاجة بتحصل لنا بنبقى متخوفين جدا جدا منها. فلازم في الحالة دي نركز جدا جدا مع افكارنا، لان هي برضو هي الاساس. الافكار هي المسؤولة عن الخوف، هي المسؤولة عن مسؤولة يعني عن المشاعر، هي المسؤولة عن اي حاجة في مشاعرنا، عن الاحساس بالاكتئاب، عن الاحساس بالحزن، عن الاحساس بالالم، عن الاحساس باي حاجة من الاحاسيس السلبية اللي احنا بنحس بيها. دايما لما نلاقي نفسنا خايفين نوجه تفكيرنا، بدل ما نركز في فكرة الخوف، بدل ما نركز في فكرة ان احنا لا انا خايف، انا يا رب الحاجة اللي انا يعني خايف منها دي متحصلش، يا رب مش عارف ايه، علشان ما زودش فكرة الخوف عندي، اركز في فكرة ان انا ابقى يعني اركز في حاجة تانية حلوة، اركز في افكار تانية تكون كويسة. لا بإذن الله كل حاجة هتعدي، لا بإذن الله الموضوع مش صعب زي ما انا متخيل، لا بإذن الله ان شاء الله النتيجة هتبقى كويسة. اقول لنفسي كلام محفز، اقول لنفسي كلام بيشجعني، اقول لنفسي كلام بيرفع طاقتي مش بيقلل في طاقتي. لان برضو مهم جدا جدا برضو نراقب افكارنا، ونراقب احنا من جوانا بنقول ايه لنفسنا، يعني من جوانا كده. يعني اوقات كتير مثلا اي موقف بيحصل بيبقى فيه كلام جوانا احنا بس اللي بنسمعه يعني. فمهم قوي قوي نراقب افكارنا. مهم ان احنا لما نكون خايفين او نكون حاسين باي مشاعر سلبية، نراقب احنا بنقول لنفسنا ايه، ونحاول نوجه بقى تفكيرنا احنا. انا قبل كده كنت اتكلمت برضو في فيديو، كذا فيديو، عن فكرة العقل الباطن، وعن قد ايه العقل الباطن اوقات كتير بيضحك علينا بافكار جايز جدا ما تكونش موجودة. يعني اوقات كتير حتى يعني يمكن انا كنت عطيت امثلة قبل كده، اوقات كتير ممكن بنبقى عدى علينا مواقف مثلا كتير في الحياة، بنبقى حاسين ان هي حاجة كبيرة قوي، والموضوع فظيع، وان النهاية هتبقى صعبة، وان مثلا خايفين من حاجة معينة، وأوقات كتير بتبقى سيناريوهات بس موجودة في العقل الباطن، مجرد ان هي سيناريو، والسيناريو ده ناتج عن احساس جوهنا والكلام اللي بنقوله لنفسنا، والنتيجة او اللي حصل بعيد تماما عن الافكار او الحاجة اللي احنا فكرنا فيها. فمهم قوي ان احنا نركز على افكارنا، مهم جدا احنا نركز يعني على طريقة تفكيرنا، مهم جدا ان احنا نعرف ازاي ندير افكارنا، نعرف ازاي نتحكم في افكارنا، نعرف ازاي لما نلاقي نفسنا خايفين من حاجة او مركزين مع حاجة سلبية في حياتنا، ننقل بقى ننقل الاتجاه بتاع التفكير بتاعنا، ننقله لحاجة تانية،
ممكن جدا تغير مزاجنا، تغير المود بتاعنا، تغير طريقة تفكيرنا، تخلينا نهدأ الاسترس والضغط والإحساس بالألم والإحساس بالطاقة السلبية اللي بيبقى مسيطر علينا في الوقت ده. فالموضوع أكيد هيقل، بس كمان الموضوع كمان مش هيجي من أول مرة زي ما قلت قبل كده. موضوع إن احنا ندرب أفكارنا وإن احنا نراقب أفكارنا ونسمع للكلام الداخلي اللي جوانا، اللي أوقات كتير بنقعد نسمع له، اللي هو اللي بيكون سبب رئيسي في إن مشاعرنا بتبقى محبطة أو حاسة بالحزن أو حاسة بالاكتئاب أو حاسة بالخوف. فلازم الحاجات دي محتاجة تدريب، الموضوع ده محتاج تدريب. وبرضه لو حابين إن أنا أتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله برضه الفترة اللي جاية ان شاء الله برضه هتكلم عنه بالتفصيل اكتر، يعني علشان خاطر هقدر يعني افيدكم. بس ده كان الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب اكون قدرت اوصل الفكرة. لازم نراقب افكارنا، لازم نفكر بإيجابية، لازم نقلل من الاسترس اللي الاوقات كتير قوي العقل الباطن بيتسبب في ان هو يحطنا في حاجة، في سيناريوهات كده معينة بتزود فكرة الحزن او بتزود فكرة الخوف او بتزود فكرة الالم في حياتنا. فمهم قوي قوي ان احنا نراقب افكارنا، مهم قوي ان احنا نسمع صوتنا الداخلي بيقول لنا ايه، مهم جدا ان احنا ندرب نفسنا ان احنا نحول طريقة تفكيرنا لطريقة من سلبية لإيجابية. بس ده كان الفيديو، نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا، اتمنى يكون الفيديو فاتكم فعلا وعجبكم، وبحبكم جدا، ميرسي جدا جدا ليكم، باي باي.